نحن نتحرك ضد القانون لأنه قانون تبييض للفساد والمفسدين، هو قانون نعتبروه فهمتي في البنود اللي يتحرك اللي يصدر فهمتي وتقدمت بها، واليوم فهمتي مش يكون فما مداولات داخل فهمتي المجلس، اللي هو معناتها فيه التفاف على المسار فهمتي معناتها الثورة ككل، والتفاف على مسار العدالة الانتقالية الذي يتركز في خطوطه وبنوده العريضة من مساءلة ومصالحة ومحاسبة وحفظ الذات والقطع مع منظومة فهمتي الفساد. اليوم فهمتي صار تحركات في العديد معناتها من الجهات باسم حملة مانيش مسامح، واليوم كانت المسيرة الوطنية باسم حالة الطوارئ. أكيد نحن سوف يتواصل نضالنا، سوف تتواصل هذه المسيرات إن لم تتفاعل السلطات معنا، وإن لم يكن لهذه المسيرات جدوى أكيد سوف نصعد في النضال ولن نصمت على هذا القانون، قانون تبييض الفساد. ونقولوا من اللحظة هذه بأنه كل المبادرات على مستوى وطني